جولة ميدانية جديدة من جولات الرابعة، أهلا بكم. والبداية بالعناوين. قوات سوريا الديمقراطية تعلن في بيان لها نيتها إخلاء مدينة منبش بريف حلب والانسحاب إلى شرقي نهر الفرات. الجيش الحر يسيطر على قرية العمارنة جنوبي جرابلس، والقوات التركية تعزز وجودها في محيط المدينة. الطيران الروسي يشن سلسلة غارات على أحياء حلب ويستهدف بلدة كفرناها بالقنابل الفوسفورية. تجدد المعارك على عدة محاور في الغوطة الشرقية، وفيلق الرحمن يدعو لتشكيل غرفة عمليات عسكرية مستعجلة. أهلا بكم. أكدت قوات سوريا الديمقراطية في بيان لها انسحاب قواتها من مدينة منبج والتمركز على الضفة الشرقية من نهر الفرات. وكانت قوات سوريا الديمقراطية التي تشكل وحدات الحماية الكردية عمودها الفقري قد تمكنت قبل أسبوعين من السيطرة على مدينة منبج بدعم من قوات التحالف، وتقدمت باتجاه مدينة جرابلس، إلا أنها عادت وتراجعت بعد تصريحات أمريكية بأن قوات سوريا الديمقراطية تتحضر لمعركة السيطرة على الرقة. وإلى مدينة جرابلس، نقلت وكالة رويترز عن شهود عيان أن 9 دبابات تركية أخرى دخلت الأراضي السورية، وذلك استكمالا للعملية العسكرية التي تهدف لطرد مقاتلي تنظيم الدولة وقوات سوريا الديمقراطية التي تشكل الوحدات الكردية عمودها الفقري من المنطقة المحيطة بمدينة جرابلس. وذكر مسؤول تركي كبير أن هناك الآن أكثر من 20 دبابة تركية داخل سوريا، وبأنه سيتم إرسال دبابات ومعدات عسكرية إضافية إن تطلب الأمر. وذكر وزير الدفاع التركي فكري إيشيك أن عملية درع الفرات تهدف لتأمين الحدود مع سوريا ومنع اقتراب المقاتلين الأكراد منها. وأضاف إيشيك أن معركة السيطرة على جرابلس أدت لمقتل عنصرين من الجيش الحر دون وقوع إصابات في صفوف القوات التركية. وحول الدعم الجوي الذي قدمته طائرات التحالف بقيادة الولايات المتحدة، قال إيشيك إنه كان مفيدا لكن تركيا لم تطلب منهم ذلك. وأعلن الجيش الحر السيطرة على قرية العمارنة إلى الجنوب من مدينة جرابلس، وذلك بعد معارك مع قوات سوريا الديمقراطية، بالتزامن مع إعلان السيطرة على قرية الجامل بعد اشتباكات مع تنظيم الدولة. وقالت مصادر ميدانية إن طائرات حربية تركية قصفت مواقع لقوات سوريا الديمقراطية في المنطقة المحاذية لضفة نهر الفرات. وأشارت المصادر إلى أن قوات سوريا الديمقراطية حاولت التقدم إلى القرى الواقعة جنوب جرابلس مستغلة انسحاب تنظيم الدولة منها. هذه الصور لجانب من المعارك بين الجيش الحر وتنظيم الدولة في مدينة جرابلس شمالي حلب، ضمن عملية أطلق عليها درع الفرات واستهدفت تحرير المدينة من سيطرة التنظيم. هنا مقاتلو الجيش الحر يعلنون انتصارهم من قلب المدينة. الاشتباكات لم تدم لأكثر من عدة ساعات، بدأت بتغطية جوية من سلاح الطيران التركي، وحقق فيها الجيش الحر انتصارا حاسما وسريعا، حيث انهارت تحصينات التنظيم وأجبر على الفرار من المدينة ومحيطها. وجهة مقاتلي التنظيم بحسب ما نقل ناشطون كانت مدينة الباب الخاضعة لسيطرته، وعبرت فلوله باتجاه الغرب إلى قرية الغندورة، الطريق الوحيد المفتوح أمامهم. المعركة كانت قد بدأت بتمهيد من المقاتلات التركية مدعومة بطائرات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، حيث تمت مهاجمة أهداف لتنظيم الدولة قرب جرابلس منذ ساعات الفجر الأولى انطلاقا من قاعدة أنجرليك التركية، كما استهدفت المدفعية التركية مواقع التنظيم تمهيدا للتقدم البري من الجيش الحر الذي تمكن من السيطرة على قرية الحجلية التي تبعد كيلومترين اثنين عن مدينة جرابلس.
القدس، ثم سيطر الجيش الحر على عدة تلال حتى وصل إلى داخل المدينة وقام بقطع طرق إمداد التنظيم. المعركة كما وصفت كانت محكمة ومدروسة، فيما تستمر عمليات التطهير من أجل تأمين المدينة بشكل كامل. ومن المرجح أن تشهد الأيام القادمة عمليات تطهير للمناطق الحدودية مع تركيا من التنظيمات التي تعتبرها أنقرة معادية لها وتهدد أمنها القومي، وهو ما أشار له الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بقوله إن صبر تركيا نفذ تجاه التنظيمات الإرهابية على حدودها. كما أكد أردوغان أنه لا نية لتركيا بالبقاء داخل الأراضي السورية. لمعركة تحرير جرابلس دلالات عديدة في الملف السوري، لعل أبرزها وفق ما يرى محللون أنها أثبتت للقاصي والداني أن الجيش الحر والثوار عموما يمكن الاعتماد عليهم في تحرير المناطق من سيطرة التنظيم، لا كما يروج المشككون. كما دحضت نتائج المعركة السريعة ما تروجه الوحدات الكردية من جهة والنظام من جهة أخرى بأنهما الأقدر على محاربة التنظيم، وبالتالي قد تزيل هذه المعركة مخاوف الغرب والولايات المتحدة خاصة من مسألة الدعم الموجه للثوار، وهو ما قد يفضي إلى مزيد من الزخم والثقة بالمعارضة السياسية في مسار المباحثات المعلقة. وعبر الهاتف ينضم إلينا محمود العلي رئيس المجلس المحلي لمدينة جرابلس وريفها من الحدود السورية التركية. أهلا بك. يعني لو نبدأ من منبج، يعني قوات سوريا الديمقراطية أصدرت بيان أكدت فيه أنها انسحبت إلى شرق نهر الفرات، هل من تفاصيل لديك في هذا الصدد؟ نعم، شكرا لكم. بالنسبة لقوات الديمقراطية لم تنسحب، هذا الكلام يعني صح، وهي متواجدة في منطقة منبج والقرى ورياف مدينة منبج، كما أنها متواجدة في القرى التي انسحب منها تنظيم داعش في منطقة جرابلس. تنظيم داعش انسحب من القرى وتسلل إليها وحدات الحماية أو ما يسمى بميليشيا قسام. نعم، يعني سيد محمود برأيك بما أنها لم تنسحب إلى الآن، لماذا أصدرت يعني هذا البيان؟ أعتقد أنه في سبيل المراوغة وفي سبيل لأنهم قالوا أنهم انسحبوا، والولايات المتحدة أكدت بأنهم انسحبوا إلى شرق الفرات، لكن هذا الكلام محض ادعاء وافتراء لا صحة له. الشيء الموجود على الأرض على الواقع غير ذلك. يعني حتى بوادر للانسحاب لا يوجد. نحن طلبنا أن ينسحبوا من أراضي من قرى مدينة جرابلس ومن مدينة منبج وريفها، أي إلى يعني ينسحبون إلى الجهة الثانية، الجهة الشرقية للفرات. نعم. ونحترم يعني حق الجيرة ونحترم أواصر الأخوة بينه وبين الشعب الكردي، لكن الحزب له أهداف أخرى يعني، ويبدو أنه سيضطرنا إلى قتاله إن لم ينسحب من هذه الأراضي العربية. نعم، يعني هل يمكن القول أن الجيش الحر سيسيطر على مدينة منبج؟ يعني وإذا تم ذلك ما سيكون وضع مجلس منبج العسكري الذي شكلته قوات سوريا الديمقراطية؟ يعني كيف سيكون التناغم بينهم وبين الجيش الحر؟ بالنسبة لتحرير مدينة منبج هذا أمر مؤكد بإذن الله، والمجلس المحلي في مدينة منبج والفصائل العسكرية في المتواجدة في مدينة منبج هي التي تستلم هذه الأمور، والمجلس المحلي هو الذي سيقوم باستلام هذه الأمور وإدارة المدينة. لكن المجلس العسكري لمنبج من طرف قسد يعني نحن لا نعترف به ولا يشكل شيئا ولا يمثل كل أبناء المدينة يعني. نعم سيد محمود، يعني بالعودة إلى جرابلس، أين وصلت معارك الجيش الحر في محيط المدينة؟ بالنسبة للمعارك كما تعلمون وكما جاء في تقريركم، نعم، أن مدينة جرابلس مدينة المركز ومدينة جرابلس تحتاني وقرية قرية جرابلس تحتاني وقرية الشامل وقرية مرمى الحجر وقرية الحجلية
وأيضا الجبال المحيطة بهذه القرى قد سيطر عليه الجيش الحر. نعم. والآن يتجهز لمتابعة العمل والسيطرة على باقي الأراضي، لكن قوات قسد المتواجدة في أطراف هذه القرى أو القرى التي تلي هذه القرى التي ذكرناها، نحن ننتظر قليلا، وإن لم ينسحبوا سيكون لنا رأي آخر. يعني سيد محمود، بعد تحرير مدينة جرابلس يعني ودخول الجيش الحر إلى قلب المدينة، لو تضعنا في صورة أوضاع الأهالي في المدينة، يعني كيف تبدو أوضاعهم بعد هذه المعارك ودخول الجيش الحر وتحرير المدينة من تنظيم الدولة؟ نعم، بالنسبة لوضع الأهالي حقيقة كان وضعا مزريا ووضع مأساوي جدا جدا في ظل تنظيم داعش. نعم. من المضايقات والأعمال والعنف الذي يعمله مع السكان. وعند بالمعركة خلال 3 أيام الماضية وأثناء التمهيد المدفعي، كان عدد السكان حوالي 5000 شخص في مدينة جرابلس، ممن منعهم التنظيم من الخروج خارج المدينة أو إلى الأرياف أو إلى المناطق المجاورة، فكانوا يعني مجبرين أن يبقوا في البيوت. عندما صار التمهيد وخاصة عندما قوي يعني، تمكن الكثير من أهالي مدينة جرابلس بالفرار إلى القرى المجاورة، لأن أغلبهم أقرباء لهم وأصدقاء فانسحبوا إلى القرى المجاورة. نعم. الآن وضع الناس يعني بعد التحرير يعني حقيقة يعني أصبحوا مسرورين جدا جدا، لأن أبنائهم هم من قاموا بتحرير هذه الأرض بمساعدة الجيش التركي. نعم. والآن الأهالي يقومون بالعودة من القرى والمزارع التي ذهبوا إليها، يرجعون إلى المدينة. نعم، يعني كما نعلم أن القوات التركية شاركت إلى جانب الجيش الحر يعني لتأمين المدينة بعد التحرير، إلى الآن ما هو العدد المجمل للدبابات التركية أو المعدات العسكرية التي دخلت إلى مدينة جرابلس من قبل تركيا؟ والله بالنسبة للدبابات التي يعني هذه الأسئلة يعني كان حبذا لو تسألونها العسكريين، لكن كونكم يعني من عين يعني المكان سيد محمود، يعني من المعلومات التي تتوفر لديك. من عين المكان وكون الأمور يعني يعلمها جميع تقريبا، هو دخل حوالي 40 دبابة للجيش الحر وللجيش التركي. أشكرك، وما زالت موجودة يعني في الداخل وستقوم بعملها قريبا إن شاء الله. نعم، أشكرك جزيل الشكر السيد محمود العلي رئيس المجلس المحلي لمدينة جرابلس وريفها، كنت معنا من الحدود السورية التركية. وفي حلب قصفت قوات النظام حي الحيدرية ما أسفر عن اندلاع النيران بالحي، كما طال القصف مناطق في حي مساكن هنانو، فيما استهدف الطيران الحربي مناطق في بلدة كفرناها بريف حلب الغربي. الغارات الجوية طالت كذلك محيط بلدتي كفر حمراء والمنصورة ومنطقة الراشدين بريف حلب، مخلفة دمارا كبيرا في المنطقة. كما استهدف الطيران الحربي منطقة القراصي وتلتي المحروقات والجمعيات بريف حلب الجنوبي، حين خرج عشرات المواطنين بمظاهرة في الأحياء الشرقية لمدينة حلب، طالبوا فيها الفصائل بالتوحد والانضمام لجيش الفتح الذي فك الحصار عن المدينة. نفذت طائرات العدوان الروسي عدة غارات جوية على مختلف قرى وبلدات ريف حلب الغربي. الطائرات استهدفت الأحياء السكنية بالقنابل الفوسفورية والصواريخ الفراغية، الأمر الذي أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى ودمار كبير في الأبنية السكنية. قام الطيران الحربي بشن غارة ضرب فتفوري على كفرناها، والآن نقوم بإحماد الحريق.
وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا إبراهيم الخطيب مراسل أورينت نيوز من ريف حلب. إبراهيم، الطائرات الروسية اليوم شنت غارات عديدة على أحياء حلب، ما التفاصيل لديك؟ نعم، أهلا بك أحلام وبالسادة المشاهدين. فعلا حملة القصف التي تنفذها طائرات العدوان الروسي وحتى طيران النظام لا تتوقف على معظم مناطق مدينة حلب وريفها. لعل أبرز المناطق اليوم التي تم استهدافها بحملة القصف هي حي باب النيرب، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والإصابات، إضافة إلى قصف تتعرض له معظم المناطق. هذه المناطق تتعرض بشكل يومي لحملة قصف، مناطق ريف حلب الغربي بالتحديد، الشاميكو ومنطقة كفر حلب ومحيط هذه المنطقة كفرناها خال العسل، والطريق المؤدي إلى حلب الذي تم فتحه من الأحياء الشرقية بالأحياء الشرقية عبر ريف حلب الجنوبي، يتعرض لحملة قصف عنيفة جدا بالقنابل العنقودية وحتى بالصواريخ الفراغية. أحياء مدينة حلب بالكامل تتعرض لحملة قصف، لا يمكن حقيقة إحصاء الأحياء التي تتعرض لقصف. يعني إبراهيم، نتمكن من سماع صوت الطائرة بشكل يومي. نعم، يعني نتمكن من سماع صوت الطائرة من حولك، يعني حرصا على سلامتك إبراهيم. سأكتفي معك بهذا القدر وشكرا جزيلا لك. أكد مصدر مطلع من مدينة دارية بريف دمشق دخول وفد من النظام إلى المدينة، حيث اجتمع مع قيادات مدنية وعسكرية ثورية لطرح مشروع مصالحة. وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، قال إن وفد النظام قدم طرحا يقضي بخروج من يريد من المدينة وفق ترتيبات معينة أو تسليم نفسه لقوات النظام، مؤكدا أن وفدا آخر سيدخل المدينة اليوم للحديث حول الأمر، فيما توصل الطرفان لوقف لإطلاق النار لمدة 24 ساعة. الله أكبر، الله يسدد رميكم. قصفت قوات النظام بلدة الدير خبية في ريف دمشق الغربي بالمدفعية الثقيلة، ما أسفر عن سقوط عشرات المدنيين بين شهيد وجريح. كما وصل النظام قصفه بالرشاشات الثقيلة على المزارع المحيطة بخان الشيح. وفي الغوطة الشرقية تجددت الاشتباكات بين ثوار وقوات النظام في محور الريحان وسط قصف قوات النظام لمناطق الاشتباك. كما تجددت الاشتباكات بين الطرفين على محاور حوش الضواهرة وحوش نصري ومحيط بلدتي جسرين والمحمدية، فيما قصفت أيضا قوات النظام أطراف بلدتي حرزمة وعين ترمة، ما أسفر عن استشهاد شخص على الأقل وجرح عدد من المدنيين. هذا ودعت القيادة العامة في فيلق الرحمن، دعت فصائل الغوطة الشرقية وعلى رأسهم جيش الإسلام لتشكيل غرفة عمليات عسكرية مستعجلة. وطالب الفيلق في بيان صدر عنه جيش الإسلام بتشكيل غرفة عمليات عسكرية مستعجلة تضم كافة فصائل الغوطة وفتح الطرقات أمام مؤازرة فيلق الرحمن وباقي الفصائل لدفع العدو عن جبهة الغوطة وبلدتها، داعيا ما أسماهم أهل الحل والعقد في الغوطة للتدخل في الأمر بحسب البيان. ومن ريف دمشق ينضم إلينا مراسل أورينت نيوز يمان السيد، أهلا بك يمان. يعني لو نبدأ من الغوطة الشرقية، معارك الثوار وقوات النظام طالت عدة محاور، ما التفاصيل؟
نعم بالفعل أحلام، يعني تستمر المعارك منذ شهر كامل على عدة محاور في الغوطة الشرقية، تحديدا معارك المرج امتدادا إلى مناطق البحارية وصولا إلى حوش نصري التي تتركز بها المعارك الحقيقية والمعارك الكبيرة جدا خلال الثلاث أيام الماضية، حيث استخدم جيش الإسلام عدد من آلياته العسكرية في تلك المنطقة، أيضا في ظل استخدام النظام لعدد من المدرعات. فبعد أن قام جيش الإسلام بتدمير عدة آليات لهم قبل أيام، قام أيضا جيش الإسلام باستخدام عدة آليات عسكرية في تلك المنطقة مكنته من استعادة السيطرة على عدة مزارع في تلك المنطقة. أيضا اليوم جيش الإسلام لا تزال المعارك محتدمة في تلك المنطقة، وحاول التقدم أيضا على عدة نقاط استراتيجية تمكنه من قطع طرق الإمداد للنظام على هذه المنطقة، وبذلك طبعا يمكنه أيضا في حال تمكن من ذلك من استعادة السيطرة بشكل كامل على حوش نصري. في المقابل طبعا قام النظام أيضا بحملة قصف عنيفة استهدفت تلك المنطقة وأيضا عدة مناطق مجاورة، منها طبعا منطقة حزرمة والتي نزح إليها عدد كبير من المدنيين من حوش نصري وحوش الفارة، وقام النظام باستهدافهم بالغارات الجوية وأيضا بالقذائف المدفعية. نعم. هذا عن هذه المنطقة وهذا المحور. طبعا تمتد المعارك أيضا إلى محور أوتستراد دمشق حمص الدولي أيضا، الذي تحاول قوات النظام الضغط من هذا الاتجاه حتى تتمكن من استعادة السيطرة على هذا الأوتستراد بشكل كامل وإعادة فتحه من جديد والتغلغل أكثر للوصول إلى منطقة كرم الرصاص. جميع هذه المحاور محتدمة بها المعارك بشكل كبير، لكن أيضا تمكن جيش الإسلام من التصدي لحملة النظام والتي طبعا يسبقها قصف مدفعي عنيف وأيضا تمهيد بالغارات الجوية. طبعا منطقة بالا والمحمدية أيضا هنالك ضغط كبير من قبل النظام على هذا المحور. في المقابل فيلق الرحمن يتصدى لهذا الهجوم، يعني معظم جبهات الغوطة الشرقية عادت للاحتدام من جديد من خلال ضغط قوات النظام أو من خلال هجمات مباغتة للثوار. حي جوبر الدمشقي طبعا شهدنا قبل أيام معركة كانت في هذا الحي، الآن المعارك تتركز على معارك الكار والفار وأيضا السيطرة وتمشيط المباني في تلك المنطقة. نعم. هذه آخر التطورات في الغوطة الشرقية. الغوطة الغربية منطقة دارية كثرت الأقاويل والأحاديث حول هذه المنطقة، هنالك أنباء عن دخول وفد للنظام إلى هذه المنطقة من أجل إخراج المدنيين إلى منطقة صحنايا ومن بعدهم طبعا الثوار، لكن هذه المعلومات هي فقط يعني لم يتسنى لنا التأكد منها، هي فقط أحاديث يرويها النظام وأيضا بعض الأشخاص المتواجدين في تلك المنطقة، لكن لم يصدر أي بيان رسمي من المجلس المحلي في مدينة دارية أو أي بيان رسمي من كتائب الثوار وتحديدا لواء شهداء الإسلام العامل في المنطقة. طبعا منطقة دارية خلال اليومين الماضيين إلى حد هذا اليوم تتعرض لحملة شرسة من قبل النظام، يمكن أن نقول يعني حرب إبادة جماعية تتعرض لها المنطقة. نعم. محاور بأكملها تم تهديمها من قبل النظام الذي يستخدم كافة أنواع الأسلحة وأبرزها طبعا البراميل المتفجرة التي يستخدمها بشكل كبير بمعدل 50 برميل متفجر، عدا عن الصواريخ والأسلحة المحرمة دوليا كصواريخ النبالم وأيضا الصواريخ العنقودية. نعم. طبعا موضوع الجيش الواحد والبيان الذي أصدره فيلق الرحمن بهذا الخصوص، يعني دعا فيلق الرحمن جيش الإسلام إلى تشكيل غرفة عمليات موحدة من أجل إنقاذ الجبهات في الغوطة الشرقية، خصوصا أن النظام يقوم بالضغط على عدة محاور، وهذا طبعا يجعل العاتق إما على فيلق الرحمن لوحده للوقوف في وجه النظام أو لجيش الإسلام أيضا لوحده للوقوف في وجه النظام. طبعا البيان يهدف إلى إعادة جيش الإسلام وفيلق الرحمن إلى ما كانوا عليه قبل الاقتتال الذي حدث قبل أشهر. طبعا لم يصدر أي بيان أيضا من جيش الإسلام إن كان هنالك ترحيب، لكن ربما خلال الساعات القليلة القادمة سيصدر بيان من جيش الإسلام، وبالطبع يعني سنكون في تغطية هذا الحدث. نعم، أشكرك جزيل الشكر يمان السيد مراسل أورينت نيوز، كنت معنا من ريف دمشق.
أعلنت جبهة فتح الشام عن استهداف سيارة أحد عناصر فرع الأمن العسكري وهو المسؤول عن الاعتقالات في مدينة حماة ويدعى أسامة أبو علي، ما أدى لمقتله على الفور. الاستهداف بحسب الجبهة تم بعبوة ناسفة زرعت على أحد الطرقات في منطقة ضاحية الأمين التي تعتبر أحد أبرز المناطق العسكرية على أطراف مدينة حماة، والتي تتواجد فيها مساكن للضباط وشخصيات مسؤولة في المحافظة. ونبقى في حماة، حيث قصفت قوات النظام مدينة مورك بالريف الشمالي، ما أدى لسقوط عدد من الشهداء والجرحى. كما قصفت قوات النظام مناطق في بلدة الزارة بريف حماة الجنوبي وسط اشتباكات عنيفة بين الثوار وقوات النظام على محيط بلدتي حرب نفسه والزارة، فيما استهدفت مدفعية النظام عدة قرى بسهل الغاب في الريف الغربي، محدثة دمارا كبيرا في المنطقة. ومن ريف حماة ينضم إلينا مراسل أورينت نيوز سيف العبد الله. سيف، يعني قصف طائرات النظام طال معظم أرياف حماة، ما هي آخر المستجدات الميدانية لديك؟ نعم، في الحقيقة يستمر الطيران الحربي والطيران المروحي بشنغارات جوية على قرى ريف حماة الشمالي وريف حماة الغربي. قامت الطائرات الحربية بإلقاء المروحية بإلقاء براميل متفجرة وألغام بحرية على قرى معركبة واللطامنة وأطراف مدينة مورك، بالإضافة إلى المزارع المحيطة في مدينة كفر زيتا. أيضا قام الثوار بالرد على هذه القصف عبر استهداف أحد حواجز النظام المتمركزة في محيط قرية المصاصنة بقذائف الهاون، وأيضا تم تحقيق إصابات مباشرة في صفوف قوات النظام. في هذه الأثناء ونحن نحدثكم يقوم الآن الطيران الحربي بالتحليق في الأجواء، يعني هي حملة ربما مستمرة بشكل يومي من قصف على هذه المناطق بالطائرات الحربية والطائرات المروحية. نعم. بالانتقال إلى الريف الجنوبي، أيضا قامت قوات النظام في نعم تفضل أكمل سيف. نعم، بالريف الجنوبي أيضا قامت قوات النظام المتمركزة في المحطة الحرارية في بالقرب من الزارة بالقصف المدفعي على قرية الزارة. حاولت التقدم صباحا بعد اشتباكات ربما متقطعة وقصف مدفعي عنيف، تمكن الثوار من خلال هذه من صد هذه المحاولة، محاولة التقدم. أيضا قامت قوات النظام بقصف بلدة حر بنفسه في الريف الجنوبي، تصدى الثوار لمحاولة التقدم هذه وتمكنوا من إيقاف محاولة التقدم لقوات النظام. أيضا في مدينة حماة أعلنت فتح الشام عن استهداف أحد أبرز المسؤولين العسكريين في الأمن العسكري التابع لقوات النظام عبر استهدافه بعبوة ناسفة، أدى ذلك إلى مقتله ومقتل مرافقيه، وذلك في عملية أمنية ربما داخل مدينة حماة. هذه العملية ربما تكون نوعية كون أن هذه العمليات يصعب العمل بها. هذه العملية قامت بها فتح الشام عبر ربما سلسلة من الرصد والمتابعة حتى تمكنت من تفجير السيارة ومقتل مرافقيه، بالإضافة إلى مقتل العنصر الأمني أسامة أبو علي من عناصر الأمن العسكري المسؤول عن حملات الاعتقال في مدينة حماة. أشكرك جزيل شكر سيف العبد الله مراسل أورينت نيوز، كنت معنا من ريف حماة. وبالانتقال إلى حمص، استشهد وجرح 7 مدنيين معظمهم أطفال بقصف جوي لنظام على بلدة الزعفرانة بريف حمص الشمالي. كما قصفت قوات النظام حي الوعر بمدينة حمص بقذائف المدفعية من مقراتها في برج الجاردينيا دون وقوع إصابات، فيما تجددت الاشتباكات بين تنظيم الدولة وقوات النظام في محيط حقل شاعر بريف حمص الشرقي. قصفت طائرات النظام والعدوان الروسي بغارات جوية على أطراف قرية السرمانية بريف جسر الشغور في ريف إدلب الغربي، كما شنت طائرات حربية عدة غارات على بلدة معارة النعسان بريف إدلب الشمالي، وذلك دون ورود معلومات عن إصابات. كما طال القصف مدن وبلدات الريف الشرقي، ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى. Thank you.
ومن ريف إدلب ينضم إلينا هاشم العبدالله مراسل أورينت نيوز. أهلا بك هاشم. الغارات الروسية اليوم تطال جسر الشغور وأيضا ريف إدلب الشمالي، ما هي أبرز التطورات الميدانية اليوم؟ نعم، نفذ الطيران المروحي اليوم عدة براميل متفجرة على قرى الريف الغربي لجسر الشغور كقرية الشاتورية وشندريش. طبعا هذه القرى للتنويه، يعني منذ 5 سنوات لم يتم قصفها وهي قريبة من الحدود السورية التركية. اليوم للمرة الأولى يتم استهدافها بالبراميل المتفجرة. أيضا الطيران المروحي حلق في الأجواء مدينة جسر الشغور والمناطق المحيطة فيها واستهدف بلدة الحسانية الموجودة بالريف الغربي. ترافق ذلك مع قصف مدفعي عنيف من قبل قوات النظام المتمركزة في تلة غزالة وفي قلعة شلف بجبل الأكراد. طبعا الاستهداف كان للطرق المؤدية إلى ريف جسر الشغور الغربي وجميع المناطق الموجودة في تلك المنطقة وصولا إلى بلدتي الناجية وأبدامة التي يتم قصفها بالبراميل المتفجرة والقصف المدفعي. أيضا نذكر من القصف، يعني القصف من عسكر جورين على المناطق في جنوب مدينة جسر الشغور وعلى الإسراد الدولي وخصوصا مناطق فريكا وسلة الزهور. طبعا هذا الاستهداف يكون ليلا. أيضا قام الطيران الحربي باستهداف محيط بلدة الشغور بعدد من البراميل المتفجرة، عفوا الصواريخ الفراغية والعنقودية. أيضا نبقى في منطقة جسر الشغور، ارتفعت حصيلة شهداء مجزرة الجانودية إلى 3 شهداء بينهم أطفال وأكثر من 10 جرحى نتيجة استهدافها بالبراميل المتفجرة. نلحظ في الفترة الأخيرة استعمال الطيران المروح في هذه المنطقة والمناطق المحاذية لجبهات الساحل في هذه المنطقة. عموما نتحدث عن مختلف محافظة إدلب، نوعا ما منذ يومين وثلاثة أيام حتى هذا اليوم القصف ليس كالسابق، أقل من السابق التحليق للطيران الحربي، ولكن أغلب الطائرات التي تكون في الأجواء تتجه باتجاه مدينة حلب، لكن الغارات قلت نوعا ما على مناطق إدلب خصوصا مدينة إدلب، مدينة سراقب والمناطق المجاورة لها. يعني هاشم، بالنسبة للغارات التي استهدفت القرى الحدودية مع تركيا، يعني هل كان لديك أي حصيلة عن شهداء أو جرحى في تلك القرى، خصوصا أنه لم يتم استهدافها كما ذكرت يعني منذ 5 أعوام؟ نعم، كنا قريبين من المكان في ريف جسر الشغور الغربي. البراميل استهدفت أطراف هذه القرى. للعلم أن هذه القرى لا تبعد سوى 2 كيلومتر عن الحدود السورية التركية وحتى المخافر التركية الموجودة على الشريط الحدودي. لا يوجد إصابة ولا حتى شهداء، ولكن هو جدير بالذكر أن هذه القرى لم يتم استهدافها منذ بداية الثورة، ولكن تم استهدافها منذ السابق كما حدثنا الأهالي في القديم أثناء تحرير المنطقة في ريف جسر الشغور بعدد من الصواريخ، ومنذ ذلك الوقت لم يتم استهدافها بالبراميل. اليوم الطيران المروحي وحتى الحربي يحاول استهداف جميع النقاط بريف جسر الشغور وخصوصا مناطق اللاجئين والنازحين إلى تلك المناطق بعد السيطرة على أجزاء واسعة من جبلي الأكراد والتركمان، حيث هذه المناطق تغص بالنازحين وصولا إلى منطقة خربة الجوز والشريط الحدودي. نعم، مع تركيا. نعم، أشكرك جزيل الشكر هاشم العبدالله مراسل أورينت نيوز، كنت معنا من ريف إدلب. وبالانتقال إلى الحسكة، نفذ مقاتلو تنظيم الدولة عملية استهدفت مقرا لوحدات حماية الشعب في منطقة البوسلمان غرب مدينة الشدادي بحسب ما نقلت وكالة أعمق. وأشارت الوكالة إلى أن مقاتلي التنظيم استولوا في الهجوم على عربة هامر وشاحنة ذخيرة وسيارة مزودة بمدفع رشاش 23. إلى ذلك أفادت الوكالة أيضا إلى قتل وجرح 8 عناصر للوحدات على خلفية تفجير عبوة ناسفة في أحد تجمعاتهم جنوب شرقي ناحية الهود. و
وفي دير الزور استشهد 3 مدنيين في قصف متبادل بين تنظيم الدولة وقوات النظام في محيط حي الجورة بالمدينة. إلى ذلك ألقت طائرات شحن ما لا يقل عن 26 حاوية تحوي مواد غذائية ومساعدات إنسانية على مناطق سيطرة قوات النظام سقطت قرب السكن الجامعي على طريق دير الزور دمشق. عبر الهاتف ينضم إلينا الناشط الإعلامي محمد حسان من الحدود السورية التركية. يعني سيد محمد، لو تلخص لنا أبرز الأحداث الميدانية اليوم في دير الزور. نعم، ارتفعت اليوم فصيلة شهداء حي الجورة إلى 4 شهداء جميعهم من المدنيين، إضافة إلى 6 إصابات 2 منها خطيرة نتيجة قصف داعش الذي استهدف حي الجورة ومنطقة طب الجورة الخاضعة لسيطرة قوات النظام والتي يحاصرها التنظيم منذ أكثر من عام بقذائف الهاون. التنظيم يستمر بحملة القصف العشوائي بعد صدور أوامر من قيادة التنظيم في ولاية الخير أو ما يعرف محافظة دير الزور باستهداف مكثف من قبل قواتها لمناطق سيطرة قوات النظام داخل مدينة دير الزور. القصف يستمر منذ ما يقارب 15 يوم بشكل مستمر. آخر الخسائر البشرية التي حصلت في حي الجورة هي ليلة أمس شهد 4 مدنيين إضافة إلى جرح آخرين. كذلك قام طيران الشحن الروسي اليوم بإلقاء 26 شحنة من المساعدات الإنسانية على الأحياء المحاصرة داخل مدينة دير الزور. هذه الشحنات سقطت في منطقة جنوب حي القصور، منطقة السكن الجامعي. قامت قوات النظام بمساعدة الهلال الأحمر بنقل هذه المساعدات الإنسانية ووضعها في مستودعات خاصة في حي الجورة تحضيرا لعملية توزيعها. وهناك تخوفات من الأهالي أن يقوم قوات النظام والميليشيات التابعة لها بأخذ هذه المساعدات وعدم توزيعها على المدنيين كما يحصل عادة في المناطق المحاصرة. كذلك يعني دارت اليوم اشتباكات متقطعة بين تنظيم داعش وقوات النظام غرب مدينة دير الزور بين في منطقة قلة البغيلية الاستراتيجية. التنظيم يحاول التقدم داخل هذه القلة، قوات النظام تحاول أن تشن هجوم معاكس على تنظيم داعش من أجل السيطرة عليها ومن ثم العودة إلى السيطرة على منطقة البغيلية تعتبر أهم المناطق غرب مدينة دير الزور. كذلك الطيران الحرب اليوم يعني حلق بشكل مكثف في ريف دير الزور الغربي والشرقي في الأيام الماضية على طيران قوات التحالف لقصف مناطق وأهداف مدنية إضافة إلى أهداف تابعة لتنظيم داعش في محيط مدينة الميادين ومعمل الكنسروة. هذا القصف تسبب بمقتل عدد من عناصر التنظيم إضافة إلى تدمير بعض الحراقات النفطية التي تعود ملكية المدنيين. كذلك ألقى طيران التحالف منشورات تحض المدنيين على الابتعاد عن المنشآت النفطية ومناطق استخراج النفط إضافة إلى المواصلات النفطية البدائية أو الكهربائية لأنها أهداف مشروعة لهذا الطيران. أشكرك جزيل الشكر محمد حسان الناشط الإعلامي، كنت معنا من الحدود السورية التركية. دعت المجالس المحلية في الأحياء المحررة في مدينة حلب، دعت برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة لإدخال المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية إلى مدينة حلب عبر طريق الراموسة المحرر، رافضة دخولها عبر طريق الكاستيلو الذي يسيطر عليه النظام. وطالبت المنظمات والمجالس الأمم المتحدة تأمين طريق الراموسة من قصف النظام وروسيا، رافضين قبول استلام أي مساعدات طبية أو إغاثية عبر طريق الكاستيلو كون ذلك يعطي الشرعية للنظام وتظهره بمظهر إنساني، وذلك بحسب بيان المجالس المحلية. هذا ونظم أهالي حلب وقفة احتجاجية على مضمون قرار الأمم المتحدة بفتح معبر إنساني عبر طريق الكاستيلو الذي يسيطر عليه النظام لإدخال المساعدات. موقفة احتجاجية على الأمم المتحدة اللي نحن حاصرنا شهر كامل ما حدا حرك ساكن،
نحن مع أهلنا اللي موجودين بالمناطق النظام المدنية الأبرياء، بس مو لدرجة أنه يستخدموا طريق الكاستيلو لدخول الذريعة ليدخلوا مساعدات لألون، وطريق الراموسة موجود وهن ما يستخدمونا، اللي كلف كتير شهداء وكلف دم كتير وما حدا حاسس فينا. لو بدهم يتحركوا كانوا يتحركوا من زمان، بس هلأ كرمال النظام بيتحركوا. طلعنا بوقفة احتجاجية على القرار اللي أصدرته المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة باعتماد الطريق الذي احتله النظام، طريق الكاستيلو، باعتماده كممر إنساني، لأنه يستحيل أن يكون ممر إنساني بيد الطاغي الذي يقتل البشر اللي هن موجودين هون، اللي يفترض هاي المواد الإغاثية داخلي لعندهم، فأنت عم تسلم الإغاثة هاي للقاتل. فوجود الكاستيلو كمعبر إنساني هو خطأ كبير ترتكبه الأمم المتحدة، قد يكون عن حسنية وقد يكون بتواطؤ من الأمم المتحدة مع المجرم، لكن الآن يوجد طريق بديل هو طريق الراموسة اللي السوار تمكنوا من تحريره مؤخرا. مطلبنا من الأمم المتحدة أن تعتمدوا كمعبر إنساني بديلا من الكاستيلو. اليوم الأمم المتحدة تعتمد قرار وأن الطريق كاستيلو هو الطريق الوحيد لدخول المساعدات. الثوار في مدينة حلب نددوا ورفضوا هذا القرار، لن تكون هناك مساعدات تدخل عن طريق الكاستيلو لداخل مدينة حلب. الطريق الوحيد إلى مدينة حلب لإحياء المحررة هو طريق الراموسي. بعد القرار الدولي بفتح طريق إنساني لدخول المساعدات إلى الأحياء الشرقية في مدينة حلب عبر طريق الكاستيلو الخاضع لسيطرة النظام، خرج أهالي مدينة حلب رافضين هذا الطريق، ويجب إدخال هذه المساعدات عن طريق الراموسة الذي يخضع لسيطرة الثوار. عمار جابر، أورينت نيوز، حلب. أعلنت إدارة الجانب السوري لمعبر باب الهواء الحدودي أن السلطات التركية وافقت على توسيع نطاق لم الشمل بالنسبة للسوريين المقيمين في تركيا، وذلك ليشمل الأب والأم المقيمين في سوريا بعد أن كان مقتصرا على الزوج والزوجة والأولاد. وأشار البيان إلى أن العمل بالقرار الجديد سيبدأ في وقت قريب لم يحدد بعد، حيث سيتم استقبال طلبات لم الشمل في الجانب السوري من المعبر. بهذا نصل إلى ختام هذه الجولة الميدانية، ونذكر بأبرز العناوين. قوات سوريا الديمقراطية تعلن في بيان لها نيتها إخلاء مدينة منبش بريف حلب والانسحاب إلى شرقي نهر الفرات. الجيش الحر يسيطر على قرية العمارنة جنوبي جرابلس، والقوات التركية تعزز وجودها في محيط المدينة. الطيران الروسي يشن سلسلة غارات على أحياء حلب ويستهدف بلدة كفرناها بالقنابل الفوسفورية. تجدد المعارك على عدة محاور في الغوطة الشرقية، وفيلق الرحمن يدعو لتشكيل غرفة عملية عسكرية مستعجلة. المزيد دائما على الموقع الإلكتروني orient-news.net. شكرا لطيب المتابعة وبأمان الله.